أمير كرارة يظهر بشخصيته الحقيقة في إسعاف يونس. أمير كرارة يظهر بشخصيته في إسعاف يونس. دوري بالشفاء. أمير كرارة يعلن إصابته بفيروس كورونا. بعد أمير كرارة، جمانة مراد انضموا للائحة مشاهير كورونا. شقيق أمير كرارة يطالب الجمهور بالدعاء له. هتبقى زي الفل وكل حاجة هتكون تمام. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في قناتكم كورة شراب. لطفا قبل أن نبدأ فلا تنسوا أن تدعمونا بلايك أسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو 9000 لايك. لو بتحب أمير كرارة ما تنساش تضغط لايك أسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المتعاطفين مع أمير كرارة. ولا تنسوا أن تضغطوا اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أول بأول. شقيق أمير كرارة يطالب الجمهور بالدعاء له. هتبقى زي الفل وكل حاجة هتكون تمام. طالب الفنان أحمد كرارة شقيق النجم أمير كرارة متابعيه عبر حساب موقع فيسبوك بالدعاء له بالشفاء العاجل بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد مساء أمس، وكتب في تدوينه: دعواتكم والنبي الأمير، إن شاء الله يا أمير هتبقى زي الفل وكل حاجة هتبقى تمام. وكان النجم أمير كرارة قد أعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك عقب إجرائه مسحة طبية أخرى. وكتب كرارة عبر حساب موقع إنستغرام: عملت مسحتين النهاردة وطلع عندي كورونا، ويا ريت اللي يتعامل معي يخلي باله، ادعوا لي بالشفاء. يأتي ذلك بعد رد النجم أمير كرارة على الشائعات التي سبق ثبوت إصابته بكورونا، حيث نشر صورة من تحليل المسحة الأولى التي أجراها وعلق عليها قائلا: بطلوا هاري وخليكم محترمين، لو جالي كورونا هقول لكم والله. كما سبق ونفى أحمد خيري مدير أعمال النجم أمير كرارة ما تردد حول إصابة كرارة بفيروس كورونا، وذلك قبل إجراء المسحة الثانية، موضحا لليوم السابع أن السبب وراء إلغاء تصوير حلقة برنامج سهرانين هو شعور كرارة بالإجهاد الشديد بعد 23 ساعة تصوير متواصل في مسلسل نسل الأغراب، مشيرا إلى أن كرارة أجرى مسحة وجاءت نتيجتها سلبية. يذكر أن أمير كرارة أجرى تصوير حلقة جديدة من برنامج سهرانين في موسمه الجديد بعدما شعر بالإجهاد الشديد بسبب التصوير المتواصل وكذلك قلة عدد ساعات النوم، لذلك طلب إلغاء تصوير حلقة البرنامج وتأجيلها. بعد إصابة أمير كرارة بكورونا، توقف تصوير سهرانين وبعض مشاهد مسلسل نسل الأغراب، توقف تصوير برنامج سهرانين الذي يعرض عبر فريد أون، وتوقف تصوير بعض مشاهد مسلسل نسل الأغراب المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل بعد إصابة الفنان أمير كرارة بفيروس كورونا. وكان الفنان أمير كرارة قد نشر نتيجة تحليل خضع لها وأثبتت العين أنه سلبي من عدوى كورونا، ولكن عاد ليؤكد إصابته بفيروس كورونا بعد خضوعه لمسحة جديدة، وكتب على حساب موقع إنستغرام: عملت مسحتين النهاردة وطلع عندي كورونا، ويا ريت اللي يتعامل معي يخلي باله، ادعوا لي بالشفاء. وقرر المسؤولين عن برنامج سهرانين لتأجيل التصوير حتى شفاء أمير كرارة مقدم البرنامج والذي يستضيف فيه عددا من زملائه في الوسط الفني، وتكون بمثابة سهرة لطيفة يتحدثون فيها عن ذكرياتهم عن السهر ومراحل الطفولة. كما يضطر المخرج محمد سامي لاستكمال تصوير مسلسل نسل الأغراب مع نجوم آخرين والعودة لمشاهد أمير كرارة بعد شفائه من فيروس كورونا ومواصلة التصوير وانتهاء من المسلسل قبل دخول موسم رمضان. مسلسل نسل الأغراب هو تعاون ثنائي والثاني بين أمير كرارة وأحمد السقا بعد نجاحهما معا في فيلم هروب اضطراري، وهي مفاجأة لم تكن متوقعة حيث اعتاد كل واحد من الثنائي أن يطل على جمهوره بمسلسل من بطولته المطلقة. والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي والذي انتهى من كتابة 20 حلقة من المسلسل، والمقرر بدأ في تصويره منتصف شهر نوفمبر، وينتمي هذا المسلسل إلى الدراما الصعيدية وتدور أحداثه حول إسعاف الغريب والذي يجسده الفنان أحمد السقا وغفران الغريب، ويجسده الفنان أمير كرارة، وهم تجار يمتلكان جزرا بالصعيد وتجمعهم علاقة وطيدة. ومع مرور الأحداث يكتشف عساف الغريب خيانة زوجته مع غفران، وتبدأ الصراعات بينهما حتى تصل إلى حد الفتنة. أمير كرارة يظهر بشخصيته في إسعاف يونس. حل الفنان أمير كرارة كضيف شرف عن الحلقة الرابعة من مسلسل إسعاف يونس أحدث إنتاجات واتش آت الأصلية. ظهر كرارة بشخصيته الحقيقية حيث التقى بمحمد أنور بطل العمل والذي يجسد شخصية الطبيب يونس صاحب تطبيق إسعاف يونس، وهو يحاول تفادي تبادل أطلاق النيران بين عصابتين. كان قد ذهب لعلاج رئيس إحداهما ولكن نشبت مشاجرة بينهما تطورت لإطلاق النيران، ويدخل كرارة مكان صدفة ويدور حوار كوميدي بينه وبين محمد أنور الذي يناديه بلقبه في مسلسل كلبش وهو باشا مصر. تدور أحداث المسلسل حول طبيب يؤسس مشروعه الخاص لعلاج المرضى لأنه يخوض الكثير من المواقف الكوميدية ويشارك في الحلقات العديد من الضيوف الشرف. مسلسل إسعاف يونس بطولة كل من محمد أنور وسارة سلامة ومنى عرفة ومحمد علي رزق وإيمان السيد وأحمد محارب، هو تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وكتابة أحمد محارب وخليفة سمير وأحمد فوزي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة سينيرجي. أمير كرارة بعد إصابته بفيروس كورونا: يا ريت كل اللي يتعامل معي يخلي باله. أعلن النجم أمير كرارة إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك عقب إجراءه مسحة أخرى اليوم. وكتب كرارة عبر حسابه موقع إنستغرام: عملت مسحتين النهاردة وطلع عندي كورونا، ويا ريت اللي يتعامل معي يخلي باله، ادعوا لي بالشفاء. يأتي ذلك بعدما رد النجم أمير كرارة صباح اليوم على إصابته بفيروس كورونا ونشر صورة من تحليل المسحة التي أجراها وعلق عليها قائلا: بطلوا هاري وخليكم محترمين، لو جالي كورونا هقول لكم والله. كما نفى أحمد خيري مدير أعمال النجم أمير كرارة ما تردد حول إصابة كرارة بفيروس كورونا
كورونا، موضحا لليوم السابع أن السبب وراء إلغاء تصوير حلقة برنامج سهرانين هو شعور كرارة بالإجهاد الشديد بعد 23 ساعة تصوير متواصلة في مسلسل نسر الأغراب، مشيرا إلى أن كرارة أجرى مسحة وجاءت نتيجتها سلبية. يذكر أن أمير كرارة أجرى تصوير حلقة جديدة من برنامج سهرانين في موسمه الجديد بعدما شعر بالإجهاد الشديد بسبب التصوير المتواصل وكذلك قلة عدد ساعات النوم، لذلك طلب إلغاء تصوير حلقة البرنامج وتأجيلها. مسلسل نسر الأغراب يعد من أضخم إنتاجات الدراما التلفزيونية في رمضان 2021، حيث يضم العديد من النجوم الكبار وعلى رأسهم أحمد السقا وأمير كرارة ومي عمر ودياب وفردوس عبد الحميد ونجلاء بدر وإدوارد وأحمد مالك وأحمد داش وأحمد فهيم وإنجي المقدم ومحمد مهران وعدد آخر من الفنانين. إصابة المطرب أبو بفيروس كورونا. أعلن المطرب أبو على إصابته بفيروس كورونا عبر حسابه الرسمي موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، واعتذر أبو عن إحياء حفلة برأس السنة وكتب: إلى جمهوري العزيز، أعتذر عن عدم مقدرتي على إحياء حفلة الليلة نظرا لظروف مرض بعدوى كورونا، وسوف نتواصل على ميعاد الحفلة القادمة إن شاء الله. كل سنة وأنتم واللي بتحبون في صحة وسعادة. وكان من المقرر أن يحيي أبو حفل مساء أمس في أحد المولات الكبيرة، ولكن ظروف مرضه اضطرته لإلغاء الحفل. وكان آخر أعمال أبو غنية ثلاث دقات، والتي حققت أعلى نسب مشاهدة عبر تويتر، وشارك فيها عدد كبير من نجوم الفن. وقد شهدت الساعات الماضية ظهور حالات وعدد كبير من إصابات الوسط الفني والإعلام بفيروس كورونا، أبرزهم الإعلام وائل البراشي، كما عانت الفنانة يسرى هي الأخرى عن إصابتها بفيروس كورونا، وبعدها بساعات المخرج ياسر الدغيدي والفنان كريم فهمي والإعلام الرياضي يحيى حمزة والمنتج جمال العدل والفنان أمير كرارة. كريم فهمي يعلن إصابته بفيروس كورونا عبر إنستغرام. أعلن الفنان كريم فهمي إصابته بفيروس كورونا عبر خصية أسطوري بحسابه الشخصي موقع إنستغرام، ليبدأ في إجراءات عزل نفسي لمدة 14 يوما ويحصل على إجازة من تصوير أعماله الفنية جديدة، حيث كان يستعد لاستكمال تصوير فيلم هجرة القمر خلال الأيام. وصور كريم فهمي جزءا كبيرا من فيلم جارة القمر، حيث يقوم ببطولته ويشاركه سوسن بدر وبيومي فؤاد ومحمد الشرنوبي ومن تأليف محمد زران وإخراج هادي الباجوري، ومقرر عرضه العام المقبل. ويظهر كريم فهمي في دور روائي ومع تتابع الأحداث يدخل في قصة حب مع فتاة من طبقة اجتماعية متوسطة. وينتظر كريم فهمي طرح فيلم هديدو الذي انتهى من تصويره مؤخرا، وتدور أحداثه في إطار كوميدي ومغامرة حول فكرة عقلة الأصبع، ويشارك في بطولته حمد المرغني ومحمد ثاروت وهدى المفتي وبيومي فؤاد وضيوف الشرف أحمد فهمي وهشام ماجد وشيكو، وتأليف كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح وإنتاج كريم السبكي. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن ننهي حديثي سأطرح عليكم سؤالا وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات: ما هو سبب مرض الفنان أمير كرارة؟ لا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أول بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.